بطر. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا رحلوا إليك وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عليك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين ويوم قيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك وافقين. اللهم يمن كتابنا وكتابهم ويسر حسابنا وحسابهم وثبت أقدامنا وأقدامهم يوم تزل الأقدام، واجعلنا واجعلهم بجوار حبيبك عليه الصلاة والسلام.